السلام عليكم. بعد ما اخذنا الاستابيليتي واخذنا الستيدي ستيت ايرور ودرسنا الترانزيانت ريسبونس لاي كنترول سيستم، هندخل بقى على حاجه مهمه جدا جدا بنستخدمها في التراديشنال اندستريال كنترولرز، وهي بنسميها البيزك كنترول اكشن والريسبونس بتاع اي كنترول سيستم. عايزين نشوف يعني ايه بيزك كنترول اكشن. قال لك خد بالك، بدايه الاوتوماتيك كنترولرز الطبيعي اللي احنا قلناه من اول السنه ان كل الاوتوماتيك كنترولرز بتروح تقارن الاكشوال ريسبونس بتاع السيستم بتاعي مع الانبوت سيجنال اللي احنا سميناه الديزايرد فاليو او الريفرنس سيجنال او التراكنج سيجنال حتى ايا كان، وبعد كده بتروح تطلع ما يسمى بالديفيجن، بتطلع الفرق ما بينهم وتديني ما يسمى بالكنترول سيجنال. هي اول حاجه ان هو بياخد الاكشوال ريسبونس بيعمل له كومبيرنج مع الانبوت سيجنال يطلع ما يسمى بالايرور سيجنال او الديفيجن ما بين الاكشوال او الانبوت سيجنال والاكشوال ريسبونس. ياخد هذه الايرور سيجنال يبدا يعدل في الجينز بتاعته ويطلع ما يسمى بالكنترول سيجنال. يبقى الكنترولر او الاوتوماتيك كنترولر ده هيطلع لي ما يسمى بالكنترول سيجنال. الكنترول سيجنال دي هتدخل على البلاند او على السيستم بتاعي، وظيفتها ان هي تجبر الاكشوال ريسبونس ان هو يفولو الكوماند سيجنال عشان خاطر يريديوس الديفيجن تو زيرو. انا عايز وظيفتي ان اعمل ايه؟ عايز اخلي الديفيجن ده بيساوي زيرو، او ان انا اقلل الايرور ما بين الاكشوال فاليو والانبوت سيجنال على قد ما اقدر يعني بكل ما استطيع. حلو، كويس جدا. قال لك خد بالك بقى، الحاله اللي فيها الاوتوماتيك كنترولر هيطلع لي الكنترول سيجنال ده بسميه الكنترول اكشن. الحاله اللي فيها الاوتوماتيك كنترولر بينتج بيطلع بيخرج الكنترول سيجنال ده بنسميها ايه؟ الكنترول اكشن. يعني شايفين كده لما كنت بحط الكنترولر كبلوك دياجرام في الكنترول سيستم بتاعي كنت اقول خارج هو عباره عن ايه؟ المانيبوليتد فاريبل. قلت لكم احنا هنسميه اليو اوف تي او الكنترول سيجنال اللي احنا بنسميها الكنترول اكشن. هي دي اليو اوف تي، الكنترول اكشن او الكنترول سيجنال اللي هي تبقى خارجه من الكنترولر اللي هي وظيفتها ان هي تجبر البلاند او السيستم بتاعي ان هو يفولو الكوماند سيجنال بتاعتي. ليه؟ عشان يقلل الايرور زيرو او يقلله على قد ما يقدر. هو عايز بقدر الامكان يخلي الديفيجن ما بين الاكشوال ريسبونس وبين الانبوت سيجنال اللي داخل ماله يخليه صغير as can as possible. كويس جدا جدا. يبقى احنا في الحاله دي هندرس هنشوف ايه هي البيزك كنترول اكشن المختلفه، هستخدم فيها الاندستريال كنترولرز المختلفه برضو، وبالتالي احنا هنناقش في المحاضره بتاعتنا ما هو الانتجرال كنترولر، ما هو الكنترولر التكاملي، ما هو الدريفيتيف كنترولر، ما هو الكنترولر التفاضلي، وما هو البروبورشنال كنترولر، ما هو الكنترولر التناسبي، عشان اطلع منه الكنترول اكشنز او نجنريت منهم الكنترول اكشنز المختلفه اللي هي هتدخل على السيستم بتاعي عشان تخلي الاوتبوت يفولو الكوماند سيجنال او يريديوس الديفيجن ما بين الاكشوال ريسبونس وما بين الانبوت سيجنال. قال لك خد بالك، ده احنا هنعتبر كمان عندنا ان احنا عندنا هاير اوردر سيستم، هاير اوردر سيستم، وبالتالي طبيعي جدا جدا انك تقابل انظمه كتيره ان ستيبل، ان انت هتتعامل بقى مع هاير اوردر واغلبيتها بتبقى ان ستيبل سيستم، وبالتالي انت بتحكم ان هي ان ستيبل عن طريق ان انت بيبقى عندك الكلوزد لوب بولز لاي ان ذا رايت هاف السبلين، بيبقى فيه بعض البولز او الجذور بتاعت المقام تبقى موجوده في الرايت هاف السبلين، وبالتالي لابد ان احنا ندرس طريقه او درسنا طريقه اللي هي بتاعه الراوس ستابيليتي كريتيريا. الراوس ستابيليتي كريتيريا كنا بندرس منها الاستابيليتي بتاع السيستم، وكنا بنشوف ازاي بدرس الاستابيليتي عن طريق ان انا بحدد النسيسري كونديشن والسفشنت كونديشن، وببدا اشوف ما هي
التغير في الإشارات في أول عمود في الماتريكس بتاعتي، والله لو عندي أكتر من إشارة، لو عندي إشارة فتغير السيستم من موجب لسالب لموجب، وبالتالي بقى عندي إشارتين يعني في تو ساين تشينج، بالتالي بقى كأن عندي اتنين بول في الرايت هاند السبلين، وبالتالي السيستم بقى أن ستيبل. كنت أقول للسيستم ستيبل لو كانت الجذور كلها في الناحية الشمال. درسنا احنا الكلام ده في الشابتر بتاع الاستابيليتي وشفنا الدنيا ديت مع بعضينا. تعالوا بقى نشوف الكنترول اكشنز وازاي بحسب الكنترول اكشن او الكنترول سيجنال او خارج الكنترولر. قال لك احنا مش هندرس الكنترول اكشن مع اي كنترولرز، لا ده احنا هندرسها مع بعض الاندستريال كنترولرز. هندرسها مع ايه؟ مع بعض الاندستريال كنترولرز. وبالتالي الاندستريال كنترولر ممكن اقسمها او ممكن اعمل لها كلاسيفيكيشن زي ما الكنترول سيجنال هتخرج. وبالتالي انا ممكن اقسم الاندستريال كنترولر طبقا للكنترول اكشن او الكنترول سيجنال. طب ازاي؟ قال لك عندنا ما يسمى بالتو بوزيشن كنترولرز، التو بوزيشن كنترولر، او ساعات بنسميه الاون اوف كنترولر زي ما هنقول عليه دلوقتي. ممكن الكنترولر بتاعي اسميه بروبورشنال كنترولر، الكنترولر التناسبي. ممكن اسميه انتجرال كنترولر، او ممكن يكون انتجرال كنترولر. ممكن اجمع الاثنين مع بعض، ممكن يكون بروبورشنال بلس انتجرال كنترولر، ده بيسميه كي بي، ده اسميه كي اي، ده اسميه كي بي بلس كي اي. ممكن يكون بروبورشنال بلس ديريفاتيف كنترولر، كي اي كي بي بلس كي دي. وممكن يكون بروبورشنال بلس انتجرال بلس ديريفاتيف كنترولر اللي احنا بنسميه البي اي دي كنترولر، بروبورشنال انتجرال ديريفاتيف اللي هو كي بي بلس كي اي بلس كي دي او البي اي دي كنترول. واحد من اهم الاندستريال كنترول على الاطلاق، على الرغم ان هو تراديشنال، بس اكتر من 75% من الكنترولرز في العالم بتستخدم البي اي دي كنترولر. وهنشرح يعني ليه الناس بيستخدمه وفائدته ايه بالنسبه للخارج بتاع الاكشوال ريسبونس بتاع السيستم بتاعي. تعال الاول قبل ما ندخل في الكنترول اكشن مع الكنترولرز او الاندستريال كنترولرز المختلفه، خلينا نقول خد بالك معظم الاندستريال كنترولرز بتستخدم الكهرباء او الالكتريستي. بعضهم بيستخدم البريشر فلويد زي مثلا الاويل او الاير كباور سورس. احنا معظمنا بيستخدم الكهرباء كباور سورس. ما شفناش لسه يعني، ما حدش فيكم لسه نزل السوق وشاف الناس وهي بتستخدم الاويل والاير كما لو كان ايه، كما لو كان باور سورس. كويس جدا، يبقى انا اقدر استخدم الكهرباء كباور سورس واقدر استخدم الاويل والاير كباور سورس. انا خد بالك ده انا ممكن اقسم الكنترولر لثلاث انواع، لثلاث ايه، لثلاث انواع طبقا لنوع الباور امبلويد ان اوبريشن. انا ممكن اقسم الكنترولرز لي ثلاث انواع طبقا للباور اللي انا مستخدمها. هل انا مستخدم الالكتريستي فممكن اقول الكترونيك كنترولر، هل انا مستخدم الهواء اقول نيوماتيك كنترولر، ما انطقش البي، نيوماتيك كنترولر، نيوماتيك كنترولر بستخدم الهواء. هل بستخدم الميه هيدروليك كنترولر، لو بستخدم الكهرباء بقول الكترونيك كنترولر. يبقى دول ثلاث انواع، النيوماتيك كنترولر، هيدروليك كنترولر، الالكترونيك كنترولر. والله ده طبقا لي انا بعمل بابلاي الباور شكلها ايه على السيستم بتاع على الكنترولر بتاعي. كويس جدا، بس خد بالك النوع اللي انا بستخدمه من الكنترولرز بستخدمه طبقا لطبيعه السيستم اللي انا شغال عليه. السيستم شغال ازاي؟ هل عليه كونديشنز؟ طب ما هي الكونديشن؟ هل محكوم بسيفت معينه؟ هل محكوم بكوست معين؟ هل في افيلابيلتي معينه بالنسبه للريسورسز؟ هل في ريلايبيلتي؟ السيستم هيفضل شغال قد ايه بنسبه كبيره او لمده كبيره؟ الاكيورسي بتاعت السيستم شكلها عامل ازاي؟ الويت بتاع السيستم انا عايزه خفيف ولا تقيل او يمشي معاهم ايا كان؟ السايز بتاع السيستم قد ايه؟ فبالتالي طبيعه الكنترولر اللي انا بستخدمه بيتوقف على طبيعه السيستم اللي انا بتعامل معاه، وانا محتاج ايه اصلا من السيستم ده؟ هل انا عايز سيفت عاليه؟ هل عايز كوست قليله او كوست مش مشكله؟ مش الكوست بالنسبه لي مش مشكله، فخلي السيستم كوستي
بس انا عايز السيستم يكون ريلايبل، يكون افيلابل، والاكيورسي تكون عاليه، والويت قليل والسايز قليل، مفيش مشكله خالص زي ما انت عايز. كويس جدا جدا. طيب شفنا البلوك دياجرام ده قبل كده من اول السنه، بس انا بس بنحب نوضحه تاني. قال لك والله ده انا عندي الريفرنس سيجنال، الانبوت سيجنال، الديزايرد فاليو، الكوماند سيجنال، ايا كان بسميها، في الاخير دي هي الانبوت سيجنال. بدخلها على كومباراتور وبقارن ما بينها وبين الاكشوال ريسبونس بتاع السيستم اللي انا بقيسه نتيجه ميجرنج ديفايس او سنسور معين، ترانسديوسر، تاكوميتر، تاكو، ايا كان. بكمبير منهم بطلع الايرور سيجنال. لما طلعت الايرور سيجنال سميتها اكشويتنج ايرور. المفروض الايرور ده كان بيدخل على الكنترولر، بس ده كله هو الاوتوماتيك كنترولر، بخليه بيعدل من نفسه لوحده. يبقى هنا امبليفاير، ده كان الكنترولرز القديمه اللي هي البروبوشنال كنترولر، يعني بيستخدم امبليفاير، والخارج بتاعه بيدخله على اكشويتر، لان الايرور هنا الكنترول اكشن او الكنترول سيجنال الخارج هنا بتبقى قليله. انا محتاج حاجه تقوم السيستم بتاعي. لو السيستم ده مثلا موتور والتورك بتاعه عالي، فبيبقى الكرنت اللي خارج من الكنترول هنا بيبقى قليل، حاجه في الرينج بتاع الملي امبير. طبعا احنا عارفين ان الكرنت بيتناسب مع التورك، فانا طالما التورك ده كبير فانا محتاج كرنت كبير، حاجه مثلا في الرينج بتاع 100 امبير ولا حاجه، فمحتاج اكبر التيار اللي خارج من هنا عشان اكبره، بحط اكشويتر. فالاكشويتر ده وظيفته ان هو يامبليفاي او يكبر السيجنال اللي هي خارجه من هنا، اللي هي الكنترول اكشن او الكنترول سيجنال يعني، فهيكبرها. لما يكبر الكرنت وبالتالي هيقدر يقوم التورك بتاع البلانت، وبالتالي عادي يشتغل عادي جدا جدا. اروح اقيس في الخارج بتاعه بسنسور، اكمبير ما بينه وبين الانبوت، اطلع الخارج، اجيب الديفرنس اللي هو الايرور سيجنال، تدخل تاني على الكنترولر عشان الجنريتر كنترول، ابدا اعملها ادخلها على الاكشويتر عشان ياكشويت السيجنال، وهكذا. ده اللي احنا كنا بنسميه الايه، الكلوزد لوب كنترول سيستم او الفيدباك اوتوماتيك كنترول سيستم. كويس جدا جدا. تعالوا بقى نشوف الانواع المختلفه للكنترولرز اللي احنا قلنا عليها. قلنا اول نوع اسمه التو بوزيشن كنترولر، او ساعات بنسميه الاون اوف كنترولر. عشان انا اتعامل مع اون اوف كنترولر، قال لك خد بالك هنا بنتعامل مع حاجه فيكسد، قيمه ايه؟ قيمه فيكسد، يا اما قيمه هاي يا اما قيمه لو، يا اما هاي يا اما ايه؟ يا اما لو، يا اما انا كاني شغال بسويتش، والسويتش ده يا اما هخليه يلتش مع الهاي، يا اما هخليه يلتش مع اللو، اخليه مثلا اوبن زي ما هو كده. كويس جدا جدا. طبعا الكنترولر ده او الاون اوف كنترولر بيستخدم بكثره جدا جدا في الاندستريال كنترول سيستم، لا زال الى الان بيستخدموه، حتى انتوا بتسموه الكلاسيك كنترولر. فانا مش محتاج غير قيمتين، يا قيمه اون يا قيمه اوف. لكن بقى الكنترولرز الثانيه اللي هي بتطلع لي فاريشن من الكنترولر وانا بختار احسنهم، او الكنترول سيجنال وانا بختار احسنهم، لا 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 لا، الكنترول سيجنال هنا فقط بتختار من اثنين، يا اما يو 1 اللي هي القيمه الهاي، يا اما يو 2 اللي هي القيمه اللو، بيزد على الايرور اللي ايه اللي جاي لي. وبالتالي انا خد بالك انا ما عنديش هنا فقط غير ايه؟ غير كنترول سيجنال اللي هي يو، واكشويتنج ايرور سيجنال اهو. وبالتالي عشان احسب الكنترول اكشن في الحاله دي، والله انا يا هختار او هسلكت اليو 1 اللي هي الهاي، يا هسلكت اليو 2 بيزد على ايه؟ بيزد على قيمه الايرور. والله لو الايرور موجب فانا هسلكت يو 1، لو الايرور سالب فانا هسلكت يو 2. وان بتوين بقى حاجه بيسميها الديفرنشال جاب، يعني والله لو الايرور اقل من قوه معينه هيبقى هسلكت يو 2 ككنترول سيجنال، لو الايرور اكبر من قوه معينه هسلكت يو 1 كما لو كانت كنترول سيجنال. وبالتالي لو الايرور موجب فانا الكنترول اكشن بالنسبه لي هتبقى يو 1 كونستانت، ولو الايرور سالب هتبقى يو 2 وبرده كونستانت. فانا بسلكت من قيمتين، يا اما المينيمم يا اما الماكسيمم فاليو. مفيش بقى مثلا انا عندي الكنترول سيجنال طالعه لي مثلا ب 1000 قيمه وانا بختار احسنهم، لا لا لا، ده هي قيمتين، يا القيمه الهاي يا القيمه اللو، بيزد على الايرور سيجنال اللي هي جايه لي. ده هو التو بوزيشن كنترول، زي المفتاح بتاع القرار بتاعك، اضغط اون يبقى انا هقفل السويتش، يبقى انا كده وصلته بالماكسيمم، افصل اوف يبقى انا كده فتحت السويتش، يبقى انا كده وصلته بالايه بالمينيمم. فالكنترول سيجنال فقط بتختار من ايه؟ من قيمتين، بيزد على الايرور سيجنال اللي انا مدخلها للكنترولر بتاعي. وما بينهم بنسميه الديفرنشال جاب. لكن طبعا هي لو اكبر من قوه معينه فاختار الاولى، لو اقل من قوه معينه بختار الايه؟ بختار الثانيه. قال لك مثال على التو بوزيشن كنترول، الليكويد ليفل كنترول سيستم. انا عندي تانك
التانك ده فيه ميه، وانا بتحكم في ارتفاع الميه في التانك، بحط وسامه بالفلوت او العوامه. كويس جدا، حلو قوي. والله لو مستوى الميه قل عن مستوى معين، فانا بروح افتح الفالف ده، السولونويد فالف اللي هو هيحصل له فلو ان، هيدخل ميه، وده السولونويد فالف اللي هو هيطلع لي، هيعمل لي فلو اوت، هيخرج الميه. طيب الميه هتخرج وهتنزل تملى التانك بيزد على الايه؟ ارتفاع الميه في التانك ده. والله لو عند نسبه معينه، لو قلت والعوامه نزلت عن نسبه معينه، هتقوم الايه؟ العوامه رايحه فاتحه ايه؟ هتكلم الكنترولر، الكنترولر هيطلع الكنترول سيجنال، الكنترول سيجنال هتدخل على اكشويتر عشان يكبر السيجنال يخليها 115 فولت، لان يستحيل في كنترولر هيطلع 115 فولت. لا ده هيطلع مثلا 2 فولت 3 فولت 0.5 فولت كده، وبالتالي هدخلها على الاكشويتر، هيامبليفاي السيجنال، هيخليها 115 فولت. ال 115 فولت دولت هيدخلوا على البلانت بتاعتي عشان يبدا يفتح السولونويد فالف، ينزل الميه لغايه ما تطلع لمستوى معين، فالعوامه تفصل مين؟ تفصل السويتش، وبالتالي هتفصل تاني وترجع كل حاجه زي ما كانت. ده مثال على الاندستريال كنترول، وبالاخص الليكويد ليفل كنترول سيستم، بيتحكم في مستوى الميه في التانك بيزد على العوامه او الفلويد بتاعتي وضعها كان فين بالظبط. كويس جدا. النوع الثاني من الكنترولرز اللي هو البروبورشنال كنترول اكشن او البروبورشنال كنترولر، الكنترولر التناسبي من خلال اسمه كده، بيتناسب الكنترول سيجنال بتتناسب ترضيه مع الكنترول جين اللي هي الكي بي. حلو قوي قوي. قال لك رياضيا بالنسبه للبروبوشنال كنترول سيجنال او الكنترول اكشن او البروبوشنال كنترولر، بيكون فيه، خد بالك، الكنترولر اهو ده الكنترولر، داخل له الايرور سيجنال، وخارج منه، خارج منه الكنترول اكشن. حلو قوي. الكنترول اكشن بعبر عنه بدلاله مين؟ اللي موجود في البلوك ده لما اضربه في الايرور سيجنال. طب اللي موجود في البلوك ده هو عباره عن مين؟ البروبوشنال جين، بسميه كي بي. حلو قوي. يبقى اذا يو اوف تي اللي هو خارج الكنترولر، اللي هي الكنترول اكشن اللي انا محتاجها، اللي هي هاخدها اصلا ادخلها بعد كده على البلانت او على السيستم بتاعي، واخد منه الخارج واروح اعمل له فيدباك، وكمبير ما بينه وبين الانبوت سيجنال، واطلع الايرور ادخلها على البروبورشنال جين اللي هو البروبورشنال ده، اطلع منها الكنترول سيجنال. الكنترول سيجنال تبقى عباره عن البلوك ده مضروب في الايرور سيجنال، اهو البلوك في الايرور سيجنال ده في التايم دومين. في الكومبلكس اس دومين هاخد لابلاس ترانسفورم، يبقى يو كابيتال اوف اس بتساوي الكي بي كونستانت في اي كابيتال اوف اس. حلو قوي. طب انا عايز مين؟ عايز احسب مين؟ عايز احسب الترانسفير فانكشن اللي بتمثل لي البروبورشنال جي كنترولر. فالترانسفير فانكشن عباره عن الاوتبوت على الانبوت. طب فين الاوتبوت؟ اللي هو يو، مش الاوتبوت هي خارج الكنترولر؟ اه، والانبوت هو الايرور اللي داخل له. اه، يبقى الاوتبوت على الانبوت كاني بقسم على ايه وفي اس للطرفين، هتساوي مين؟ هتساوي بي. اه، طلعت لي عشان كده بنقول بروبورشنال تناسبي. الترانسفير فانكشن بتاعته هي عباره عن الجين بتاعت الكنترولر. حلو قوي قوي قوي. يبقى هنا طلعنا الترانسفير فانكشن بتاعت مين؟ بتاعت البروبورشنال كنترولر، بقت عباره عن جين كي بي. قمت واخدها حاططها في بلوك دياجرام زي ما احنا شايفين كده، لان هحتاجها بعد كده عشان اطلع القيمه الانيشال بتاعتها. حلو قوي. ده هو البروبورشنال ايه؟ البروبورشنال جين. تعال اقول لك البروبورشنال جين ده اصلا بيعمل ايه؟ عشان لما ناخد البي اي دي كنترولر تبقى انت عارف كل ترم فيهم مسؤول عن ايه. لو قلت لك مثلا انا مدخل الستيب فانكشن اس انبوت للسيستم بتاعي، والترانزنت ريسبونس بتاع السيستم بتاعي كان شكله عامل كده. حلو قوي. البروبورشنال جين بقى وظيفته ايه؟ او البروبورشنال كنترولر، خد بالك، البروبورشنال كنترولر وظيفته ان هو يطلع لي كنترول سيجنال. الكنترول سيجنال دي بتتحكم في الريسبونس بتاع السيستم. طب بتتحكم في ايه بالظبط يا دكتور في السيستم؟ بتتحكم في الرايز تايم والاوفر شوت اللي هي البروبورشن، مش حتى بقول لك تناسبي، لما بيزيد الجين بتلاقي الريسبونس بتاع السيستم بيزيد. وقد يكون هزود الجين قوي، قد يكون الريسبونس بتاع السيستم بالشكل ده عامل كده كده. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ خد بالك بقى، لو انا بدات ب جين كبير بلاقي الريسبونس بتاع السيستم بيطلع بسرعه كده وبيزيد، معناها ايه؟ معناها ان احنا هنا من خلال دراستنا اللي كانت قبل كده، الريسبونس بتاع السيستم درسنا حاجه اسمها الرايز تايم، ودرسنا حاجه اسمها الاوفر شوت الميو بي.
خد بالك الاثنين دول بيتحكم فيهم البروبورشنال جين. ازاي؟ لو انا زودت الجين ده قوي، خليت مثلا الجين ده مثلا 20000، خلينا نقول 2000 ايا كان، فبلاقي الريسبونس بتاع السيستم بيطلع بسرعه كده، بس الاوفر شوت بيزيد. فبالتالي لما يطلع بسرعه هنا الرايز تايم اهو، بلاقي الرايز تايم قل بس الاوفر شوت ايه؟ الاوفر شوت زاد. يبقى الجين كي بي لما يكبر الرايز تايم بيقل، بس الاوفر شوت بي ايه؟ الاوفر شوت بيزيد. يبقى لما ده بيزيد الاوفر شوت بيزيد بس الرايز تايم بيقل. لان ليه بقول الرايز تايم والاوفر شوت؟ لان الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط عكسي، لو واحد فيهم زاد لابد الثاني يقل غصب عني. يبقى لما الكي بي يزيد الاوفر شوت زاد اهو، وبلاقي الرايز تايم قل. طب لو انا قللت الكي بي، الجين ده اللي اسمه الكي بي اللي هو البروبورشنال جين اهو، قللت شويه لقيت الرايز تايم هو اللي زاد، شوف الرايز تايم هنا زاد والاوفر شوت قل عن الاولاني، يبقى الرايز تايم هيحصل له ايه؟ الرايز تايم في الحاله دي هيزيد لكن الاوفر شوت هي ايه؟ هيقل. يبقى فايده البروبورشنال كنترولر ان هو يتحكم في الرايز تايم وفي الاوفر شوت بتاع السيستم بتاعي. لو انا عايز اوفر شوت كبير ورايز تايم قليل ازود البروبورشنال جين. لو انا عايز اوفر شوت قليل ورايز تايم كبير، يعني مثلا لو انا عايز الاوفر شوت يبقى قليل قوي كده بالشكل ده، انا زودت الرايز تايم قوي، فانا لابد ان انا اقلل البروبورشنال جين، هلاقي الاوفر شوت قلت قوي بس الرايز تايم زاد شويه. يبقى مين اللي بيتحكم في الاوفر شوت وفي الرايز تايم في الترانزيانت ريسبونس بتاع السيستم بتاعي؟ هو البروبورشنال جين. طيب انا بيزد على ايه؟ بقول انا عايز اوفر شوت عالي او اوفر شوت اقل، وبالتالي عايز رايز تايم قليل او رايز تايم عالي، بيزد على طبيعه السيستم بتاعي. لو انا بتحكم في سيستم سريع زي مثلا الطيارات اللي هي حاملات البترول في البحر، اول لما اديها الانبوت سيجنال لابد تاخد الماكسيمم سبيد، وبالتالي هيحصل لها اقصى اوفر شوت. طيب لو انا عايز اتحكم في ميكانيكال سيستم، لا ده انا عايز ما يحصلش اوفر شوت خالص، السيستم ياخد راحته عبال ما يقوم، وبالتالي محتاج الجين ده يبقى قليل، فالسيستم هياخد راحته عبال ما يقوم، بس الرايز تايم هي ايه؟ الرايز تايم هيزيد. يبقى مين اللي بيحكمني؟ هو طبيعه السيستم بتاعي. عايز سيستم سريع زود الجين قوي، وبالتالي الاوفر شوت هيبقى كبير قوي، وبالتالي الرايز تايم هيبقى قليل قوي، الوقت اللي بياخده عبال ما يوصل للماكسيمم سبيد هيبقى قليل قوي. طب لو طبيعه السيستم بطيء زي الميكانيكال سيستمز العملاقه، تروس كتيره قوي مرتبطه ببعضيها، لا 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 لا، ده انا عايز اوفر شوت قليل قوي، لان لو الاوفر شوت زاد السيستم هيتكسر مني، فانا عايز اوفر شوت قليل بس على حساب الرايز تايم، زود الرايز تايم زي ما انت عايز، وبالتالي ده البروبورشنال جين اللي احنا شفناه. بطلع الترانسفير فانكشن بتاعته بالشكل ده، بجيب علاقه ما بين الاوتبوت سيجنال اللي هي الكنترول سيجنال وبين الانبوت سيجنال اللي هي الايرور سيجنال، هيديني جين اللي هو الكي بي. كويس جدا. تاني حاجه عندي اللي هي الانتجرال كنترولر. الانتجرال كنترولر انا عندي كنترولر بالشكل ده، الكنترولر ده وظيفته ان هو يعمل انتجريشن. طب الكنترولر ده هيخرج ايه؟ هيخرج برضه كنترول سيجنال، داخل له ايه؟ برضه داخل له ايرور سيجنال، بس الكنترولر هنا بقى وظيفته ان هو بيكامل اللي داخل له، يعني هيكامل الايرور. يعني معناها ان اليو اف تي هي عباره عن الجيم كي اي في تكامل الايرور. كانه بالظبط بيقول لي خد بالك ده الانتجرال كنترولر بيتناسب او الريت اوف تشينج للكنترول سيجنال بتاعته تتناسب مع الايرور سيجنال، او عايز يقول الكنترول سيجنال هي عباره عن الجين مضروب في الانتجريشن، لان ده كانه كي اي في الانتجريشن بتاع اللي داخل. طب انا بانتجريت ايه؟ الايرور سيجنال. حلو قوي قوي. ده هو الانتجرال كنترول، الكنترولر التكاملي بكامل اللي داخل. طب مين اللي داخل؟ هي الايرور. يبقى اليو اف تي بتساوي كي اي انتو تكامل فروم 0 تو تي الايرور سيجنال. طب انا عايز اطلع الترانسفير فانكشن بتاعت الانتجرال كنترولر ده، بجيب علاقه بين الاوتبوت اللي هي الكنترول سيجنال وبين الانبوت اللي هي الايرور سيجنال. يبقى اذا هاخد لابلاس ترانسفورم للطرفين، يبقى يو كابيتال اوف اس بتساوي كي اي كونستانت. التكامل بيبقى عباره عن ايه؟ 1 اوفر اس. ايه سمول اوف تي هتبقى اي كابيتال اوف اس. حلو جدا. يبقى كي اي على اس اي كابيتال اوف اس. عايز اجيب الترانسفير فانكشن، هقسم على اس للطرفين، دي هتضيع. يبقى اذا يو كابيتال اوف اس على اي كابيتال اوف اس هتساوي كي اي على ايه؟ كي اي على اس. هو ده مين؟ الانتجرال جين. طب تعالى بقى اقول لك وظيفه الانتجرال جين ايه.
فاكر لما كنا بنطلع الريسبونس بتاع السيستم بدلاله الستيب فانكشن بالشكل ده؟ اه. عارف الانتجرال كنترولر وظيفته ايه؟ بيقلل الستيدي ستيت ايرور، وهو دي وظيفته، ان هو يقلل الستيدي ستيت ايرور. يقلل مين؟ الستيدي ستيت ايرور. عايز يخلي الستيدي ستيت ايرور از كان از بوسيبل بيساوي زيرو، يعني معناها عايز يخلي الاكشوال ريسبونس يبقى زي سيم اس الانبوت سيجنال، يعني يقلل الستيدي ستيت ايرور. يبقى مين اللي وظيفته يقلل الستيدي ستيت ايرور بتاع السيستم؟ هو الانتجرال بارت. فاكر لما خدنا في الستيدي ستيت ايرور قلت لك لما كان الانبوت هو الستيب فانكشن والانبوت هو الرامب والانبوت، فلا بد يكون الديكريبتر اوف اس بتحتوي على دبل انتجريتور وتربل انتجريتور. ليه؟ عشان اقلل الاي اس. دبل انتجريتور اهو معناها انتجريشن، انتجريشن دي معناها ايه؟ معناها ان انا بقلل الاي اس اس على قد ما اقدر. معناها ان انا بقلل مين؟ بقلل الاي اس اس على قد ما اقدر. وبالتالي المسؤول ان هو يقلل لي الاي اس اس، المسؤول ان هو يخلي الاكشوال ريسبونس اكزاكتلي سيم اس الانبوت سيجنال في الستيدي ستيت ايرور، او في الحته بتاعت الستيدي ستيت ريسبونس اللي هو مين؟ الانتجرال بار. كل ما بزود انتجريشن كل ما بلاقي الاوتبوت يركن قوي قوي على الانبوت سيجنال اللي احنا اللي هي قدامنا زي ما قلنا قبل كده في الستيدي ستيت ايرور. طب ما هي الترانسفير فانكشن اللي بتمارس الانتجرال بارت؟ اللي هي عباره عن كي اي على اس، علاقه بين الاوتبوت بتاع الكنترولر على الانبوت بتاع الكنترولر. كويس جدا جدا. بنعبر عنه بالمناسبه بكي اي على اس، اهي اللي هي الرسمه دي. داخله ايرور هيخرج منه كنترول سيجنال او كنترول اكشن، والترانسفير فانكشن بتاعت الكنترولر بقت عباره عن ايه؟ كي اي على اس. حلو قوي قوي. طب كويس. لو انا بتكلم بقى هدمج اتنين مع بعض، البروبورشنال بلس الانتجرال كنترولر. اه يبقى اليو سمول اوف تي عباره عن كي بي اي سمول اوف تي بلس كي اي الانتجريشن اي سمول اوف تي للدي تي فروم 0 تو تي. ده مكتوب الاثنين مع بعض. قال لك ده انا ممكن اعبر عنهم الاثنين بدلاله البروبورشنال جين. ازاي؟ يبقى كي بي اي اوف تي زي ما هي اهي. الكي اي بدلاله البروبورشنال هي عباره عن الكي بي على التي اي، وده الانتجريشن للاي اوف تي اهي زي ما هو هنا اهو. كويس جدا جدا. انت عايز تعبر عن الانتجرال جين بدلاله البروبورشنال جين بقى عباره عن تي بي على تي اي. هقول لك دلوقتي ايه هي التي اي. خد لابلاس لابلاس للطرفين هتلاقي ان كي بي اس اي كابيتال اوف اس زائد الكي بي على تي اي 1 اوفر اس في اي كابيتال اوف اس. هاخد اي كابيتال اوف اس مشترك هيتبقى لي كي بي في 1 زائد 1 على تي اي اس. هجيب علاقه ما بينهم الاثنين، هيبقى الترانسفير فانكشن اللي بتمثل لي البي اي كنترولر هي عباره عن كي بي ان 2 1 زائد 1 على تي اي اس. لو انا هستخدم الانتجرال جين بدلاله البروبورشنال جين، لكن لو انا هشتغل عادي يبقى اي كابيتال اوف اس بتساوي كي بي اي كابيتال اوف اس زائد الكي اي اوفر اس اي كابيتال اوف اس. وبالتالي هلاقي يو كابيتال اوف اس بتساوي كي بي زائد الكي اي على اس بس. لكن لو هشتغل بدلاله الكي بي هشيل الكي اي واحط كي بي على تي اي بس اهي، واخد الكي بي مشترك مفيش اي مشكله. تعالى بقى قلنا ان الكي بي هي البروبورشنال جين ماشي. ما هي التي اي؟ هي الانتجرال تايم. ما هي التي اي؟ هي الانتجرال تايم. الكي بي والتي اي الاثنين ادجستبل، يعني انا اللي بتحكم فيهم، انا اللي بختارهم، انا اللي بعمل لهم تيوننج بايدي. حلو قوي قوي. وبالتالي هما الاثنين بيدوني الكنترول اكشن. طيب قال لك خد بالك ده التي اي معكوسها اللي هي دي واحد على تي اي. تي اي هي عباره عن الانتجرال تايم ماشي، لكن معكوسها هو عباره عن الريست ريت. طب ما هو الريست ريت؟ هو عدد المرات اللي بيتضاعف فيها قيمة المعامل التناسبي في وحدة الزمن. عدد المرات النمبر اوف تايم بير يونت مينيت ذات البروبورشنال بارت اوف كنترول اكشن از دوبليكيتد، عدد المرات التي يتضاعف فيها قيمة المعامل التناسبي كي بي في وحدة الزمن. كويس جدا جدا اهو. بقول لك لو انا شغال مع الاثنين على بعض يبقى دي هي الترانسفير فانكشن اللي بتمثلهم، هو بس واحد المقامات على التي اي مفيش مشكله خالص.
ده الترانسفير فانكشن اللي بنمثلهم اهي، احنا كنا مطلعينها هنا، هي دي خلاها عباره عن كي بي زائد كي بي على تي اي اس وواحده مقام على تي اي اس، وظبط الدنيا طلعت له بالشكل ده، ده الترانسفير فانكشن. خارجها هو الكنترول اكشن، داخلها الايرور سيجنال. انا بقول لك لو دخل الانبوت سيجنال شكل الريسبونس اللي انا مستخدم البي اي كنترولر هيبقى بالشكل ده. شوف هنا لو انا مستخدم فقط بروبورشنال كنترولر هلاقي الاوتبوت اكزاكتلي سيم اس الانبوت سيجنال، لكن لو انا مستخدم بي اي هيظهر لي حاجه هنا بقى اسمها الريسيت ريت، اللي هي واحد على تي اي اس، واحد على تي اي، اللي هي الريسيت ريت ما هي عباره عن عدد المرات التي يتضاعف فيها المعامل التناسبي اللي هو كي بي في وحده الزمن. يبقى عند كل وحده زمن هيتضاعف فيها الكي بي 3 كي بي 4 كي بي 5 كي بي، وانا ماشي كل ما ازود هلاقي الايه المعامل التناسبي عمال ايه عمال يزيد. هو زاد لان في عندي انتجرال جين وعندي انتجرال تايم، او عندي واحد على الانتجرال تايم اللي هو الريسيت ريت وهي عدد المرات اللي بيتضاعف فيها البروبورشنال جين، او استخدم البروبورشنال مع الديريفاتيف. البروبورشنال مع مين؟ مع الديريفاتيف. وبالتالي في الحاله دي يو اوف تي الكنترول سيجنال هعبر عنها بدلاله البروبورشنال بارت زائد الديريفاتيف بارت كي بي تي دي دي اي اوف تي باي دي تي، او ان نطلع الترانسفير فانكشن كي بي انتو 1 زائد تي دي. قلت لك برضو هو بيعبر عن الديريفاتيف بارت بدلاله برضو مين؟ البروبورشنال جين. عادي جدا لو انت عايز تستخدم العاديه قول له يو اوف تي بتساوي كي بي اي اوف تي زائد كي دي دي باي دي تي للاي اوف تي، هي هي تستخدم دي تستخدم دي عادي جدا، في الاخير هتطلع الترانسفير فانكشن اللي بتمثله. فبالتالي تي دي هي عباره عن الديريفاتيف تايم، هي عباره عن مين؟ الديريفاتيف تايم. والكي بي والتي دي الاثنين ادجستبل، بقدر اطلع منهم الايه؟ الكنترول اكشن. كويس جدا. الديريفاتيف بقى بتاع الكنترول اكشن ده بسميه الريت كنترولر، بسميه الايه؟ الريت كنترولر، اللي هو عباره عن الماجنتيود بتاع الكنترولر اوتبوت از بروبورشنال تو للريت اوف تشينج مع الاكشويتنج ايرور، زي ما قلنا عباره عن دي باي دي تي بيتناسب مع الريت اوف تشينج للاكشويتنج ايرور. هلا خد بالك الديريت اوف تايم اللي هو التي دي هو عباره عن ايه؟ ده هو عباره عن الفاصل الزمني الانترفال تايم اللي من خلاله بيتم تقدم معدل التغير في البروبورشنال كنترولر او البروبورشنال كنترول اكشن. الفاصل الزمني اللي بيتم من خلاله تقدم معدل التغير للبروبورشنال كنترول اكشن اهو عشان تشوف. ده هي الترانسفير فانكشن اللي بتمثل لي البي دي كنترولر اللي هو البروبورشنال ديريفاتيف كنترولر. دي هي الكنترول سيجنال اللي خارجه منه، دي هي الايرور سيجنال. لو انا مدخل الانبوت سيجنال رامب فانكشن هلاقي الاوتبوت عباره عن ايه؟ لو انا مستخدم بروبورشنال فقط هلاقي الاوتبوت اكزاكتلي سيم اس الانبوت سيجنال اهو، لكن لو انا مستخدم بي دي كنترولر خد بالك بقى ده في هنا فاصل زمني اسمه تي دي. التي دي هو اللي فيه بيتقدم، شوف تقدم الكيرف اهو، تقدم على الكيرف الاولاني بتاع البروبورشن، هو الفاصل الزمني اللي من خلاله بيتقدم معدل التغير في البروبورشنال كنترولر. شفت التقدم جه ازاي بقى؟ لقيت الكيرف ارتفع نتيجه ان انا استخدمت ديريفاتيف جين. عارفين اصلا الديريفاتيف وظيفته ايه في الريسبونس بتاع السيستم؟ بيضيف دامبنج للسيستم، بيزود الاخماد للسيستم، بيحاول يزود اخماد عشان السيستم يبقى اكزاكتلي سيم اس الانبوت سيجنال. كويس جدا جدا، لكن ما جابش سيره الديريفاتيف جين لوحده، قال البروبورشنال لوحده، وقال اهو في الاول خالص قال البروبورشنال لوحده، وبعد كده قال الانتجرال لوحده، وبعد كده قال الانتجرال البروبورشنال انتجرال، وبعد كده قال البروبورشنال ديريفاتيف، لكن ما جابش سيره الديريفاتيف لوحده، لان الديريفاتيف بيزود الديستربنس في السيستم زي ما خدته في الالكترونيك في سنه اولى. انا بعبر عن الديريفاتيف جين بدلاله اوبريشنال امبليفاير وشويه كاباسترز وشويه مقاومات، بعبر عن الانتجرال جين برضه بنفس الحكايه. بس حتى الدكتور قال لكم خدوا بالكم ده الديريفاتيف لوحده، الديريفاتيف جين لما بيستخدم الاوب امب كما لو كان ديريفاتيف بارت بيقول لك كان بيعمل ايه؟ كان بيزود لي بيزود لي الايرور او بيزود الديستربنس في السيستم، فعشان كده كان بيحبذ استخدام الانتجرال جين، كان بيستخدم الاوب امب كما لو كان انتجريتور مش ديفرنشيتور، كان بيحبذ الانتجريتور. ليه؟ لان الانتجريتور بيحسن الايرور زي ما خدته في الالكترونيك، او ان يدمج الثلاثه مع بعض البروبورشنال بلس انتجرال
بلس ديريفاتيف ده اللي احنا بنسميه بي اي دي كنترولر. عرفنا وظيفه البي، عرفنا وظيفه الاي، عرفنا وظيفه الدي. البي بتحسن الاوفر شوت على حساب الرايس تايم، او الرايس تايم على حساب الاوفر شوت. الاي بتحسن الستيدي ستيت ايرور، الديريفاتيف بتزود الدامبنج عشان تقلل الاوسيليشن او الفلكشويشن في السيستم بتاعي. وبالتالي لو انا استخدمت بي اي دي ككنترولر اقدر اعبر عن الترانسفير فانكشن بتاعته بالشكل ده، والخارج منه اللي هو الكنترول سيجنال يو سمول اوف تي او يو كابيتال اوف اس، واللي داخله هي الاي سمول اوف تي او الاي كابيتال اوف اس، بحيث ان الترانس اليو اوف تي الكنترول سيجنال اللي خارجه منه هيعبر عنها بدلاله الثلاث ترمات على بعض، او يعبر عن الترانسفير فانكشن بدلاله برضه نفس الحكايه بدلاله البروبورشن اللي جينا، عادي جدا جدا مفيش اي مشكله خالص. فدي هي الترانسفير فانكشن اللي بتمثل لي البي اي دي كنترولر، فيقدر يحطها في بلوك دياجرام بالشكل ده. يعني هو كده كل اللي عمله واحد المقام هنا، وعبر عنهم كلهم سواء كان انتجرال جين او سواء كان ديريفتيف جين بدلاله مين؟ البروبورشنال جين. زي ما قلت لك تقدر تعبر عن كل واحد زي ما قلت لك في الاول خالص، البروبورشن زي ما هو، والكي اي بي كي اي انتجريشن اي اوف تي للدي تي فروم 0 تو تي، والكي دي عباره عن كي دي دي باي دي تي للاي اوف تي، لان هنا بيدفرنشيت الايرور، هنا بينتجريت الايرور، وهنا كان بي ايه بيتناسب مع الايرور زي ما هو خالص، ما فيش اي مشكله. عشان نطلع الكنترول سيجنال عايز اطلعها واخد لابلاس ترانسفورم للطرفين، اجيب علاقه ما بين الاوتبوت اللي هي يو كابيتال اوف اس على الانبوت اللي هي اي كابيتال اوف اس، هيديني برده الترانسفير فانكشن بتاعت البي اي دي كنترولر عادي جدا جدا. وبالتالي لو انا كان عندي الانبوت هي الرام فانكشن واستخدمت البي اي دي كنترولر، بالتالي هلاقي الريسبونس بتاع السيستم بقى بالشكل اللي هو البارابولا اللي هو قدامي ده. ليه؟ لان لو مستخدم بروبورشنال فقط هيبقى، طالما انا مدخل رام هيبقى رام، لو مستخدم بي دي هيزود لي طبعا اللي هو التقدم اللي احنا قلنا عليه بتاع البروبورشنال، هيبقى بشكله بالشكل ده. لو مستخدم بي اي دي كنترولر هيبقى الخارج بالشكل ده، كما لو كان ايه شبه البارابولا كده شويه. ده كانت نبذه عن البيزك كنترول اكشن، وازاي بنستخدم كنترولرز مختلفه عشان اظبط بيها الخرج بتاع الكنترولر اللي هو مسؤوليته ان هو يدخل على البلان عشان يخلي الاكشن ريسبونس اكزاكتلي سيم اس الانبوت ايه الانبوت سيجنال. استخدمنا هنا كنترولرز مختلفه زي البروبورشنال جين، زي الانتجرال جين، زي الدريفتيف جين، زي البروبورشنال انتجرال، زي البروبورشنال دريفتيف، او الثلاثه مع بعض البروبورشنال انتجرال دريفتيف او الباقي دي كنترولر. وممكن اقول كمان استخدم ايه كمان، استخدم الاي دي الاثنين مع بعض الاي دي كنترولر. هو ده كانت نبذه عن البيزك كنترول اكشن. هنقف لغايه هنا عشان نتقابل المره الجايه ان شاء الله مع الفريكوانسي ريسبونس.